سؤال من مشاهدي استاذ فيلم يقول اتابع محاضراتكم الاسبوعية الى اخره على استاذ فيلم، واريد معرفة عناوين كتب قداستكم عن الاحوال الشخصية. واحدة بنتنا في كتاب معروف وهو كتاب الزوجة شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وده كتاب كنت وضعته سنة 58 يعني من زمان، وطبع أكثر من مرة في الأحوال الشخصية، وفي كلام كثير عن الموضوع ده. وطبعا إجابة أسئلة عن الأحوال الشخصية موجودة كتير خالص في الكتب، ياريت أشوفها لك وبقول لك عليها.